حياكم الله. كل من يريد أن يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان فرد أو منشأة يجب أن يلتزم بضوابط الإعلان المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. من أهم هذه الضوابط أن يصرح بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، أن يذكر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، عدم تضمين الإعلان أي عبارات أو ادعاءات كاذبة من شأنها أن تضلل المستهلك، عدم الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها. عند مشاهدتك لإعلان مخالف لهذه الضوابط ندعوك للإبلاغ عنه عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف مركز حماية المستهلك 1900. شكرا لكم.